احنا هناخد الجانب المظلم من حياة شاهناز، هو او الشخصي صعبة اكتر، الجانب اللي هو الخفي ربنا يستر انتوا ما تعرفوهوش. فالنهارده احنا طبعا عشان احنا في فقره فنيه لطيفه ورقيقه، انت كنت فين بقى الفتره اللي فاتت دي كلها؟ بصي أيوة. لطفه كده، كنت فين الفتره اللي فاتت؟ اختفيتي، عملتي بومينج، نورت الدنيا، اسم وصوت، والدنيا بقت بتشاور عليكي في كل حته، شاهناز رايحه، شاهناز جايه، شاهناز، وفجاه ايوه ليه؟ هقول لك بعد الحمد لله الوقت الصغير اللي كان فيه الحمد لله النجاحات الحمد لله بحمد ربنا عليها الحمد يعني لله. حصل حاجة في حياتي الشخصية خلتني مش اتهزيت، بس قررت ان انا عايزة ابعد عن كل حاجة، مش بس الغنى. انا ما بعدتش عن الغنى بس، او ما بعدتش عن الفن بس، انا كنت بعيدة عن صحابي، عن قرايبي، عن العالم كله. ما اعرفش لحد النهاردة ايه الاسباب اللي ادت لده قوي، او مش قادر اقول لك السبب الفلاني. بس اقدر اقول لك انها كانت فتره لما انا نفسي بقعد افكر فيها دلوقتي بسال نفسي انا ليه انا عملت كده. بس قدرت بعديها بكام سنه بحبه حلوين. بس خليني اقول لك قبل ما اقول لك النقطه دي، انه دايما بوصل لنتيجه انه سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. يعني طبعا. في حاجات طبعا. اوقات ربنا بيكتبها لنا احنا ما بنبقاش عارفين ليه ده حصل، بس اكيد انه كان في حاجه ممكن انا كنت هقع في مشكله، او انا مثلا كان هيحصل لي حاجه، او ما كنتش هبقى مبسوطه، انا ما اعرفش ايه السبب، بس دايما باحسن الظن بربنا الحمد لله. يعني بتقولي كده من جواكي، انا حاساكي ايه زي ما تكون بتصبري نفسك علشان انت زعلانه. انت زعلانه؟ لا لا، زعلانة على الوقت الكذا سلم اللي احنا طلعنا فيهم جامد قوي، وكانت طالعه قويه جدا. تعتبر يعني انا مش عارفه تعتبري نفسك كده ولا، انك شخص محظوظ جدا انك طلعتي طالعه فجاه باول اغنيه ليكي، كل الناس بقت عارفه شاهناز، كل الناس بتغني اغنيه شاهناز. مش شايفه نفسك انك زعلانه على الفرصه الكبيره والنعمه الكبيره دي اللي جات لك وبعد كده راحت خالص؟ هقولك على حاجة، شعور الندم أنا بشوفه شعور سلبي جدا، أنا بحسش بالندم. بس دايما بشوف الخطوة اللي أنا بقولكش ندمان، بقولك زعلانة. زعلانة إن أنا بسأل نفسي ليه عملتي كده، أو بعيدتي شوية ليه في وقت ما كانش ينفع تبعيدي فيه. هي دي البوينت. بس إن أنا أكون بصبر نفسي أو بواسي نفسي، لا لا لا، هو عن قناعة جدا. أنا عندي قناعة إنه ربنا بيقدر لنا خطواتنا حسب ما هو شايف رؤيتنا غير رؤيته. دايما في حاجات احنا بنزعل وبنقول ليه ده ما حصلش، في جواز بقى، في شغلانه، في سفريه، في اي حاجه، نصيب يعني. نصيب.